أمانة يا عاقل إنك عجبتنا حين ما رفضت إنك تروح تجتمع بالمدير العام. أنا رافض، رافض أي اجتماع معه ما دام هو يشتي يقطع حصتنا من البترول والديزل. أمانة إنك سميخ. واقف ابصر موت هذه الجنية. مالك يا مكلف مو معي. صار ملك صاحبك ما رضاش يبيع لي دباغه. غاز ما فيش غاز يا حرمان، فين نجيب لي غاز ومعانا دباب حق البيت تشتيها؟ شو ليها وديتي قيمته؟ بلي كم قيمته؟ قيمته 5000 ريال بس. ما هو ما هو 5000؟ عشان انت مجنون. انا مجنون؟ انا مجنون يا قليلة الحياة؟ والله لاقي اوقش عبيك بادي العصا، فهم الكلام؟ نفسك يا حرمة، شاقي اوقش ابيك بادي العصا. عاقل خليك انت العاقل، قلك حياء. اقول لك اجلس. كل ظالم اليوم امركم الى الله، كل ظالم اليوم. تعمل عقلك بعقليه؟ المفروض تشدت وقع لك موقف ثاني. الحين يا عاقل الحين شو يقول ابنك؟ ليش يسالوا على الابن روحهم محمل فوق ظهره؟ وانت ليش ما تسالش ابنك؟ انا قاسي قلته، قال لي انه الطلاب حق الجامعه خرجوا يطالبوا بعمل. ايوه وضربوهم. ضربوا عيالنا؟ اقول لك هذا الخبر اللي سمعته من الابن. يا يلا اتحرك لعناد القيمه من النوم. تحرك. انا مش عارف كيف يروحوا بيوتهم وهم مضروبين الكلاب هذو. السلام عليكم. عليكم السلام. أين أنت يا ابن الخال؟ قضينا الضابح من الانتظار. ما عليش يا فرحان، لكل واحد ظروفه يا أخي. طيب طيب خلاص يا نبيل. أيوة. اثنان شاي حليب وقت بسرعة. أول أيوة. حياك الله يا ابن الخال. اسمع شو أقول لك، هذا البرقي من النماذج الرائعة، وتخرج وعنده بكالوريوس قبل 20 سنة، ولحد الآن ما حصلش عمل. نشتي له عمل. يعني نقدر نقول إنه البرقي من فئتي؟ من فئتك؟ فئة إيش؟ فئة الخريجين للشوارع. هذه مأساة الشباب. شوف يا برقي، أنا كنت محبط زيك وتجرعت المرارة، لحين فتح الله علي بهذا العمل، لذلك أنا شاعر بتعبك. الآن قد أدورك عليك يا نبيل تقول له عمل. بس يا نبيل لا تقول لي لا تروحش الساحة ولا لا تشارك في المسيرات. لا 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 لا, لا بالعكس، هذا حقك. خلص أنا بتصل لواحد زميلي معه عمارة قيد الإنشاء. يا نبيل أنا مهندس إنشائي. يا سلام يا محلى الصدف، والآن يوقع اتصال. يلا يلا نبيل يلا. ألو، أهلا يا دكتور عادل، لو سمحت أشتي إجازة مدة 3 أيام. حاضر. تمام يا إيناس، بس اسمعني، ما شتيكش تتأخري على 3 أيام. أيوة 3 أيام بس. تمام يلا، مع السلامة. مع السلامة. إيش تشتي منك هذه؟ أمي تعبانة وتشتي أجازة 3 أيام. أمي تعبانة لازم تجلس عند أمي، إيش رأيك تجيب لها إجازة شهر؟ شهر بحاله؟ أيوة لحد بتتعافى أمي. طيب ودم تعافت اليوم ولا بكرة؟ مش مهم، جيب لها إجازة مفتوحة ولا أقول لك استغني عني. مالك يا فرح عشان هذا الكلام؟ طيب من بيمسك لي شغل عياله؟ معك بسمة. بسمة؟ 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 أيوة يا عمة.
اتحركي الآن للعيادة. العيادة؟ وإي ناس؟ اسمع الكلام وبس. شفت؟ شفت يا حزام؟ شفت ايش قال نادر؟ يا عاقل هذه القديه فوضى. اين هيبة الدولة؟ المخربين جالسين يعطلوا الشوارع ويعملوا فوضى في الشوارع والدولة تتفرق. يا خبرة، على حسب ما نسمع ان الدولة ما تشيش تستخدم القوة ومنعت كل اشكال المواجهة. صح صح. طيب يا ابني، طيب يا نادر، ليش قالوا لكم تروحوا للقرية؟ وليش ما سعفوش عمر صاحبك بالمستشفى بالمدينة؟ المستشفيات بالمدينة ما فيهاش دكاترة، وإحنا قالوا لنا روحوا القرية لحين ما تستقر الأوضاع ويتصلوا لنا نجي نباشر عملنا. سهل يا ابني سهل. أنا شتواصل مع أصحابي وأعرف لكم القصة إيش هي بالضبط. تعرفي أنك رقيقة أحسن من إيناس؟ أنت تعرف أنه الجلوس على المكتب بهذا الشكل مش لائق؟ لائق ستين لائق، أنت تشبه إيناس بانطوائي. لو سمحت روح شوف شغلك. ليش يا بنت الحلال؟ روح شوف شغلك قبل ما يقول مرضى. لو سمحتي جيبي لي رقمي. ما عنديش أرقام، وزي ما قلت لك روح شوف شغلك ولا بكلم عمي. حنجيبك يعني حنجيبك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا شاهد دكتور، وهذا أحلى عصير توت صلحته بيدي. شكرا. يعني مجرد اقتراح، خلي احمد بنجمان يروح القرية ويرجع. تعمل كيف؟ ايه كذا تمام. انا ما قررت عاد انا لحد الان. هذا تفضل الشاهي. شكرا يا بنت الخال. تفضلي يا عمي. السلامي. مشكورة. بس مفور بكراتين الحاصي. كراتين وكراتين وماله، قد نحن والفين. ايوه فرحان، ايش كنت تقول اول؟ قلنا لكم نبيل صاحب البوفية يشتي يمسكنا إدارة البوفية، لأنه بعد كم يوم يشتي يسافر القرية يزور أمه. كيف تشوف يا عادل؟ حلو صح؟ والله من ناحية حلو هو حلو، بس إذا كان مؤقت يا فرحان. مؤقتا يا ابن الخال مؤقتا، لأن شغلي الأساسي بيكون مع المديرة. مكانك جلست وحكاية المديرة؟ صدقينا يا شجون يا جنون. يا ساتر، شكل المسألة جد جد. بس صدقينا جد الجد وقرار نهائي. الله الله. بسمة هاتي لي التلفون. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. عمال المديرة. هاتي كلمة. لا لا لا، هاتي يا بنت الخال. بطل جنان. ليش؟ ألو مساء النور، كيف حالك؟ مساء الخير يا بنت الخال. إيش؟ أيوة الدكتور عادل موجود وفرحان موجود. أنا حميس. ها تشتيك؟
أنا ما تشتيناش. ألو، مساء الخير، تحت أمرك. هذا أخي منير، أجا عندي قبل فترة، طرح الملف يشتي يكمل بقية المعاملة في مكتب الصحة. أيوة، هذه السنة تخرج وناوي يفتح عيادة ومخزن أدوية بالقرية. طيب، شكرا يا دكتور، متفقين على كذا؟ هذا فرحان قمكم؟ لطيف لطيف. خلاص يا ابني، روح روح البيت. ايوه، ولا ادخل داخل امسك كتاب ذاكر. ها شل الفلوس، ها عده. شكرا يا بنت العم. هذه شوفي سلاف، لو يعرف ابني نبيل انه ايش عمل لي مصيبه. هذه 50,000 وافي؟ هذا اللي طلبته. لكن اسمع يا قيشه، هذه قهي اخر مره، لان انا بصراحه ما عاد اقدرش ادبر فلوس ثاني مره. ولا يهمي ولا يهمك يا بدور، انا اليوم لازم اقطق لك خبر. ايوه نكزوا خبر، انا ما نشحر المماطله، انت والعاقل والساكت كل يوم تشاؤوا فلوس فلوس. ولا يهمني، انا اقول لك لا تشنقيش، لا ارجع امسكك عرق برقبتي. اقول لك اليوم انا ناوي ارق لك ديوان العاقل رجوع. انا قانيش ابصر يا قيشه، انا اشتيك تهدئي. واش يقول لك انا كلمتي؟ فحنا منتصرين ودعوة الساكت باطل. إن شاء الله. ها لو يتصل نبي لابني حساك تجيب له خبر على الفلوس. ولا يهمك، أنا مش اشتغلق يا بدور. يلا الله يوفقك. علي يوفقني علي. الله يقلعك. لما يا بدور. الله يقصف عمرك. لما يا بدور تعاملين كل ما تبصرين تقولي الله يقلعك الله يقلعك. عادة ما شليتوا مضرب عطر ب3,500 ما أحسن شموها. الله يقلعك يا صاحب العطر. طلع أبو فاس ما طلعش عطر. اليوم قد سبقتك يا ايناس يا بنت الخال. مش اللي قلت انك تكون مدير؟ ايوه. بس لما يمشي نبيل فرحان.